توفي مولانا عبد الكريم الفلاح رضي الله تعالى عنه كما ذكره غير واحد منهم سيدي محمد المهدي الفاسي في تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية بمراكش في ثاني ربيع الأول سنة 1933، وهو ما أورده الحضيجي في طبقاته وسيد العرب الفاسي في مرآة المحاسن. واكتفى صاحب الدوحة بذكر وفاته أواسط العشرة الرابعة من القرن العاشر، وأجمعوا على أنه دفن بقبة القاضي عياض ملاصقا مقامه لمقامه رضي الله تعالى عنهما. وقد خلف قدس الله سره عددا كبيرا من كبار العارفين من أصحابه وأتباعه ومريديه، منهم الشيخ الولي الفاضل مولانا عبد الله الكوش المراكشي، وكان من جلة أصحاب مولانا عبد الكريم. يقول عنه ابن عسكر في الدوحة: كان له عقل وذهن وديانة، وكان على مطبخة الشيخ سيدي عبد الكريم، وكان وكيله في إطعام الطعام، فلما آلت المشيخة له كان ذلك أفضل القرب عنده، فكان له في ذلك ما هو خارج من طور العادة. كان يذبح في كل يوم البقر والغنم والإبل، وعنده بلاط واسع مجصص يبرد فيه الكسكس بالألواح كما يفعل بصابة الزرع عند التدرية والتصفية. والعجب أن له على كل نوع من أنواع الطعام وكيلا مخصوصا. وكانت قدور مطبخته رضوان الله عليه كما ذكروا من الكبر، بحيث إنها كان يطبخ فيها الثوران والثلاثة. توفي مولانا عبد الله الكوش المراكشي رضي الله عنه شهيدا سنة 1996 للهجرة، وهو والد السيدة العارفة الفاضلة الولية الصالحة مولاتنا الزهراء بنت الكوش المعروف مقامها قرب جامع الكتبيين بمراكش. ومن أكبر